على السؤال الاخر، وعاد ندخلوا في لي ديتاي ديال ريانا، حيتاش كيسولوني عرفتي طنطون دراسي غادي تفرح، حيتاش بنادم ما عارف والو كيضغط عليك. من حق اي ام او امراه مغربيه سواء متزوجه مطلقه ام عازبه انها تكفل طفل او طفله من الجمعيات. وباش نوضح لبزاف ديال الناس اللي ما فاهمينش، انك صحبت اليوم راه غادي تصافي راك انت بكامل قواك العقليه غادي تكفل ببنت او لا طفل، راه غتمشي السلام عليكم عطيوها ليا. كاين مسطره قانونيه طويله، كلها بحث فيه 3 شهور، البحث اللي فيه 4 شهور، البحث اللي فيه عام، مي انا صابره. فعلاش بعض الناس ما قادرينش يصبروا عليا؟ كنتعرض للضغط لدرجه الناس كيصحبت له، انا راه نسيت كاين الانسان اللي كيصحبت له، واش هادشي حنا كنتفلاو فيه يعني مني؟ واش الموضوع ناسي؟ انا راه علاش غابره عليكم على هادشي؟ حيت لقيت انه المحضر ديال البنت باقي ما تحكمش اصلا. عاد مشيت انا، علاش كنقولوا الادارات ما كيخدموش؟ ما نيبالا هزيت المحضر وديناه للمحكمه باش يتحكم، وعاد نعاود نردو المحكمه وحده اخرى باش تعطاني واحد الورقه باش يدوزوا الاجراءات ديالي انا. وعاد دابا نقدر نقول انهم الورق ديالها هي الحمد لله مسالين. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، ان ان شاء الله غادي تكون سميتها روان، روان اريان راهم كيف ما يمكنش عاود نقدر نبدل انا السميه زوينه اللي وراقي مقادين انا في لاله حسنه، اللي بغيت نشكرهم بزاف على الوقفه اللي وقفوا معايا وعلى كل شيء. دابا عاد غادي تدوز المسطره القانونيه اللي هي ديالي، هو البحث اللي غادي يكون عليا 4 ديال البحوث. الوغ كالما، اذا دابا 80% ديال الخدمه الكبيره تحيدات. دابا باقي الحكم النهائي، البحث عليا انا، يعني صبروا نهار سيمانه شهر ما تعرفوا تتلقاو الكتكوته في يديا، دعيو معنا. فلهذا غنقول لكم ما تبقاوش تضغطوا، ما عارفين شنو كاين، ما عارفينش تطلعوا الهبوط اللي الناس كيطلعوا كيديروه، خاص هاد الورقه لا خاص هادي خاص هادي خاص هادي. وكيفاش انا مولات الشيء صابره وانتم ما صابرينش؟ ما فهمت. انا في واحد الوقت كنت صافي، كنت فقدت الامل، ولكن بقدره الله وبديك الشيء اللي كاين لداخل صافي كلشي تيسر. من الحمد لله ما باقيش بزاف، لا تنسونا من الدعاء. فلهذا غنقول لكم ما تبقاوش تضغطوا، ما عارفين شنو كاين، ما عارفينش تطلعوا الهبوط اللي الناس كيطلعوا كيديروه، خاص هاد الورقه لا خاص هادي خاص هادي خاص هادي. وكيفاش انا مولات الشيء صابره وانتم ما صابرينش؟ ما فهمتش. واش ما كتيقونيش ملي كنقول لكم راه من المزنبق ورجع لبلادو يتزنبق؟ ما كتيقونيش ضروري دائما تسولوني تقولوا لي فين من الموزمبيق الشقيقة. شوفوا لي شني ولا شو لبست وجات قالت لي او شوي لا في دو راجوا تانتي بنتي. واش فراسكم هي كتدير المانكينه؟ مادام ياك شني ولا ياك سي لا كلاس ايسي سي لا كلاس. البزوله ضروري في الصباح ملي كيفيق كيرضع شي سوايع، وفي الليل باش كيبغي ينعس. وكندير ليه لاصوب فيها خيزو فيها بطاطا، تقدر دير فيها الدجاج اي حاجه ديال الخضره، ودانينو وتفاحه مسلوقه سواء كان او لا. كيبقى فعل ماض مرفوع عليه القلم، ف الله يسهل على كل واحد. الانسان خاصو يعرف يختار ويعرف معنى فقط. ما عليك حبيبه غير براحه البال، والماكله الماكله 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 الماكله، خدي لي فيتامين او غادي تغلاضي اختي. بغيتي بالغوت غدا غلاض قولي شنو نقول لك اختي؟ ما هادشي ما نقدرش نعطيك نصيحه، حيتاش تجربتي كتختلف عن تجربتك، ما عارفاش. مي تبعي الشغف ديالك وتبعي قلبك شنو كيقول لك، والهدف ديالك راه غتوصلي. الزين في الاول مولفه الرضاعه مولفه البزوله، دابا ديروا له سيستم ديال البزوله في الصباح وفي الليل، ودابا كياكل الحمد لله. عدف ليا الحليب ما بقاش تهنيت، ما بقاش كيشربوا، ودابا الحمد لله راه بدا كيكبر، بدا كيعرف، بدا كياكل.
تيتو. ميرسي بوكو نهار، الله يحفظك اختي، الله يعطيك على قلبك. ميرسي بوكو بوسات، خليها لك الزين. لا انا اريان باقي كيضروه الدروس، باردون كيضروه السنينات، ولكن باقي ما طرطقوش فهمتي، ولكن هذيك السخانه وهذيك المغنه السنان كاينه، والله يكبرها على طاعه الله والنبي رسول الله.